بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقة اليوم هو وصفة الأجداد لعلاج الإجهاض المتكرر. فالإجهاض المتكرر هو فقدان الجنين أثناء الحمل، والذي يحدث غالبا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. أسبابه عديدة، منها مشكلات وراثية أو خلل جيني في البويضة أو الحيوانات المنوية، أو اضطرابات في المناعة تؤدي إلى موت أو رفض الجنين. كما أن الأورام الليفية واضطرابات التبويض قد تؤدي إلى إنتاج بويضات مشوهة وغير ناضجة. وقد يحدث الإجهاض المتكرر أيضا نتيجة تشوهات في الرحم أو التهابات المهبل الجرثومي والتقدم في العمر، أي الحمل بعد سن 40 وتجلط الدم، فجميعها من الأسباب التي تؤدي إلى الإجهاض المتكرر. كما أن التعرض للمواد الكيميائية قد تسبب تشوهات للجنين، وكذلك التعرض للعلاج الكيميائي والإشعاعي، كما أن تناول بعض الأدوية بعشوائية وتكيس المبايض والسكري من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض المتكرر. ومما سبق أن نلاحظ أن للإجهاض المتكرر أسباب كثيرة، لهذا يجب معرفة السبب بالضبط والتنسيق مع الطبيب المختص لعلاج الإجهاض المتكرر. ولكن هناك بعض الأعشاب التي يمكن استخدامها كعلاج مساند، والتي تفيد بعض الحالات التي تسبب الإجهاض المتكرر. أهم هذه الأعشاب عشبة رجل الأسد، والتي تعتبر وصفة القدماء للإجهاض. وحقيقة فإن عشبة رجل الأسد مفيدة للكثير من المشاكل الصحية التي تصيب المرأة، خاصة فيما يتعلق باضطرابات الدورة الشهرية والحمل. لهذا يمكن استخدام عشبة رجل الأسد كعلاج مساند. ما أنصح به أخيرا بالإضافة إلى العلاج التقليدي والعشبي هو اتباع نظام غذائي طبيعي صحي. فالحمية والأنظمة الغذائية الصحية من أهم أسباب الشفاء ولمختلف الأمراض. دمتم بخير.